السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوة جديدة من شيوات أم أنس. اليوم جيت وجبت لكم هذا البطبوط الرائع، كيجي رهيب جدا يعني. واحد البطبوط صراحة أنا عييت ما نعمل في البطبوط، وما عمري ما جاني البطبوط بحال هذا. هذه المرة السر ديالو هو الخلاط الكهربائي، فجربت المسمن ديال الخلاط الكهربائي ودابا جربت البطبوط ديال الخلاط الكهربائي، فما غيبقاش يخطاني الخلاط الكهربائي. فشوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل. صراحة شوفوا معايا يعني كيجي بحاله بحال بغرير، يعني شغنقول لكم مسفنج ومقطن ورطيطب رطيطب. هانتوما شوفوا معايا، فأنا فتحت لكم هيدا باش تشوفوا كيف كيجي من الداخل، يعني بحاله بحال البغرير كله متقب وما كيجيش معجن وما كيجيش عامر بالبطعة. يعني انتوما البطعة ما عرفتش كيفاش كيقولوا لها وقيلة للبابا. فشوفوا ما تقولوش زعما غير وحدة اللي جات هيدا، كيجي كله كله رطيطب. شوفوا معايا يعني ها كتحكموا فيه كيف ما بغيتوا. فصافي، اللي بغات تعرف السر ديال هاد البطبوطه هو او هاد الوصفه هي، فما عليها الا تتبع الفيديو من اول حتى النهايه. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم الا اللي بغات الفيديو كي يستحق اللايك، كذلك ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم اللي كتفرحني دائما وكتحفزني نجيب لكم دائما مزيد من الوصفات الجديده. وما بقى لي خوتي الا نقول لكم، ما نقول لكم حتى حاجه، اللي كيزور القناه ديالي لاول مره فيخلي اشتراك القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر تحت الفيديو على الجهه ديالي، يعني صابوني او سبسكرايب باللغه الانجليزيه. ما تنساوش كذلك تفعيل الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد الوصفات. وما بقى لي خوتي الا نقول لكم اخليكم ان شاء الله مع الفيديو والمقادير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. فصافي، بالنسبه للبطبوط ديال اليوم، المقادير اللي غادي نحتاجو ليلو، غنمد لكم انا الزلايف او كما يسمى كسميو الجزائريين الكيلات. عندنا هنايا زلافه ديال الدقيق اي كيله من الدقيق، عندي زلافه من الفينو اي دقيق القمح الصلب او السميد الناعم جدا كيكون بهذا الشكل، ها هو كيكون رطيطب بزاف. نفس الزلافه عبرت بها الماء، الماء ضروري يكون ماء دافئ. على جنب عندي هنايا ملعقه كبيره من السكر، فالسكر كيعطيها واحد كيعطيهم البطابط البطبوط ديالنا كيعطيهم او البطيبيطات، المهم حنا غنعملو البطبوط الصغير وما كنضحك معكم، كيعطيهم واحد اللون احمر مزيون يعني كيجيو محمرين واحد اللون ذهبي. عندي هنايا ملعقه كبيره من الخميره الفوريه حبيبات اي خميره الخبز، اللي ما عندهاش خميره الخبز فتعمل هذه هي حبيبات، تعمل خميره طازجه. عندي ملعقه صغيره غير مملوءه من الملح، الملح كتبقى على حسب الذوق. وعندي ملعقه مملوءه جيدا من الحليب المجفف ديال نيدو، اللي ما عندهاش نيدو فبامكان ديالها. مهم الحليب تقدروا تستعملوا اي حليب مجفف ديال الاطفال، فانا استعملت الماركه ديال نيدو. ملعقه كبيره جيدا. فمهم بالنسبه لكم اللي ما عندهاش الحليب المجفف فبامكان ديالكم في عوض ما تعملوا زلافه كامله ديال الماء كتعملوا نص نص، يعني نص ديال الحليب دافي مع نصف ديال الماء. اللي ما عندهاش الحليب سائل او الحليب بودره فكتستغناو عليه نهائيا وكتعجنوه فقط بالماء الدافئ. فغادي ندوز ان شاء الله غادي ندوزو للطريقه. صافي، كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنايا في خلاط او في مضرب كهربائي مولينكس، فهاد المولينكس كتسرع علينا عمليه الدلك، يعني ما كنحتاجوش ندلكوه نهائيا. فاول حاجه غادي نعمل ديك الزلافه ديال الماء دافي. بسم الله على بركة الله، غادي نعملو الماء. هاد الشكل ها هو. غادي نجيبو زلافة ديال الفينو اي السميد، ما غادي نعملوهاش كاملة، غادي نعملو فقط النصف، يعني النص كبير غادي نعملوه والنصف الاخر غنحتفظو به حتى النهاية ديال ما غادي نجيو نعجنو. غادي نوريكم دابا بهذا الشكل ها هو، احتفظنا بالنصف نصف الكمية. بالنسبة للماء فطبعا يعني الدقيق والفينو كيختلف من نوعية لأخرى، يعني الماء ما غادي تعجنوه وتزيدوا الكمية المتبقية ديال الدقيق اللي خليناه في الزلافة، فغادي نعرفوا إن شاء الله مش حال غادي نحتاجو ديال الماء، يعني مش غادي نزيدو أو لا غنكتافيو. فغادي نعمل كذلك ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، ملعقة من الخميرة الملح، وكذلك غادي نعمل السكر. فصافي غادي نطحن الكل جيدا حتى يتجانسوا لي مع عناصر.
صافي كيف ما كتشوفوا معايا، عندي هنايا في واحد الاناء غادي نجيب، شوفوا معايا كيف كتولي مدلوكة او معجونة جيدا، وهذا هو القوام ديالها. فدابا غادي نجيب ديك الفينو اللي كان سبق لي وخليته على جنب، غادي نجيبه بهذا الشكل ها هو، وغادي نضيفه. مهم كيف ما سبق لي وقلت لكم، اذا لقيتوا انه مثلا جاتكم قاسحه بزاف في الطراب الكهربائي، فبالامكان ديالكم تزيدوا القليل فقط من الماء باش ما تحرق لكمش الطراب الكهربائي. صافي كيف ما كتشوفوا دابا انا ما غادي نعجنها شي، غادي نبقى نجمع حتى تكون لي واحد العجينه ديال البطبوط اللي كتكون ما هي قاسحه ما هي خفيفه، شيئا فشيئا حتى كتجمع لي العجينه. صافي كيف ما كتشوفوا معايا زدت 3 ديال الملاعق، لانه العجينه ديالي خفيفه شيئا ما، يعني هي طبعا خصها تكون شويه كتلتصق في اليدين، ولكن ما تكونش خفيفه خفيفه بزاف باش ما تعذبكمش في الخدمه ديالها. صافي بهذا الشكل ها هو، حتى كيختفي الدقيق ضروري جدا، ما تعجنوهاش يعني تدلكوهاش يدليك، وانما كتجمعوها فقط باش يختفي لكم الدقيق. صافي كيف ما كتشوف معايا بعد مرور 10 دقائق كيولي القوام ديالها بهذا الشكل ها هو، كتكون عجينه جد جد لينه. عندي هنايا على جنب القليل من السميد، السميده باش خدمت نيت، فغادي نشكل منها كرات بهذا الشكل ها هو. ضروري جدا ما تستعنوا بالقليل من السميد هكذا. صافي كيما كتشوف معايا اعزائي الكرام، باش يختمر معايا دغيا زدت لواحد الملطه صغيره، فغادي نوريكم ان شاء الله باش تعرفوا، يعني ماشي حتى كيختمر كيتضاعف الحجم ديالو، وانما كيبانوا لكم هاد الفقاعات. غادي نوري لكم دابا ان شاء الله يكونوا واضحين معكم، كنتمنى يكون كيما كتشوفوا معايا هنايا، يعني صافي غير كيعمل معكم هاد الفقاعات او هاد الفقاقيع. المهم كيف ما كتشوفوا كذلك اخرى، فكدائما كتسبقوا بهذيك اللي باش بديتو في الاول، فصافي غندوز معكم ان شاء الله باش نطيبوه. فصافي كيف ما كتشوفوا معايا، عندي هنايا في واحد المقلات ضروري ما تكون مقلات ثقيله، حتى هذه عندي ثقيله باش نعاون دغيا باش نسربي. عندي هنايا القليل جدا من الزيت، اللي بغات تعمل الزيت بالامكان ديالها تستعن القليل من الزيت. هكذا كي البطبوط ديالنا كيعطي واحد اللون، شنو نقول لكم، واحد اللوين كيكون لون ذهبي، فغادي نهزوا البطبوطه ديالنا بكل حذر بهذا الشكل ها هو، وغادي نحطها. كذلك ثانيه دائما بكل حذر ما تخبطوهمش باش ما تخرجوش منهم هذيك الهواء اللي اختمر معانا. صافي كيما كتشوف معايا اعزائي الكرام، 9 حبات او 9 بطبوطات، المهم بطبيطات، المهم كيجيو صراحه شهوه منو ما كان، كيجي رطيطب رطيطب. شوفوا معايا شنقول لكم، يعني يا سلام، فانا غادي نحاول ما نقطعوش هيدا، لاني غادي نعمرو، غادي نعمل فيه واحد الحشوه. فشوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل، شوفوا معايا
كيجي بحاله بحال البغرير، يعني بحاله بحال الشهدة. ومع العلم انه صراحة اش نقول لكم، يعني ساخن جدا. شوفوا الفرن كيطلع منه، شوفوا معايا كيفاش كيجي من الداخل. ولا لا، سخون سخون بزاف. تسنوا معايا غنفتحوا معاكم، شوفوا معايا كيفاش كيجي. صافي، اللي عجبها البطبوط ديال اليوم ما تبخلوش عليا اللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم، باش نبقى نجيب لكم دائما مزيد من الوصفات الرمضانيه ان شاء الله. فما غيكون ان شاء الله غير وصفات رمضانيه من هنا لقدام، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والهنا والعافيه. فكنتمنى لكم عواشركم مبروكه، وكنقول لكم حتى المره المجه ان شاء الله. يلا، مع السلامه.